السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي هو جزء من الحلقات وثائقية للتعريف ببعض الأشجار وبعض النباتات من دقاتونات بسلسلة الأطلس الصغير. إني أعطي من وقتي وأغامر من أجل البحث، أجل أن أمتعكم بهذه اللحظات، وأنتم بدوركم أتمنى أن تقوموا بعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة ونشر الفيديو لتعم الفائدة. هناك من يريد أن يبحث في هذا الموضوع فانشروا الفيديو كي يصل بعض المهتمين بهذا الميدان. الله، إنها القمة، القمة والشموخ. ها هي الشجرة. هذه هي بذور. إنها شجرة شامخة، إن بذورها مليئة بفيتامين سي. في منطقة ملاكو هناك عائلات تقوم بنوع من الرغيف يسمى أرخساس أو بوتغوري، يقومون بطحن بذور هذه الشجرة، حيث أن هذه الشجرة مليئة بزيت مغذي نافع للناس، يقومون بوضعه داخل هذه الرغائف وطيه فوق النار كما العادة ويأكلونه. يقول أنه لديه فوائد صحية، وها أنا أكله. مذاقه فيه نسبة من الحموضة. إنها شجرة البطم الأطلسي. يقول أن موطنه الأصلي هو شمال أفريقيا، أي المغرب الكبير وبعض دول الجزيرة العربية والمشرق العربي، وهي شجرة معمرة. ما أثار انتباهي وأن هذه الأشجار تعيش فقط في الجهة الغربية للجبل، في الجهة التي يتواجد فيها ظل الجبل، لأن الجهة الغربية تكون أبرد قليلا على الجهة الشرقية. دائما كل هذه الأشجار في هذه المنطقة موجودة أو نمت في الجهة الغربية للجبل. هذا أمر يستحق البحث، أمر مفتوح للبحث. هذه الأشجار كما قال الشيخ أنه قد رآها وصلت إلى منطقة بواضيل هنا بجبال هناز. كلما وصلت إلى تلك التخوم، تلك المناطق
الصحراوية التي هي أصلا هي مناطق منخفضة ودرجة الحرارة فيها أكثر من هذه المنطقة التي أتواجد فيها، لا توجد تلك الأشجار. إذن هذه الأشجار كما أعتقد هي تتبع المناطق التي تكون فيها درجة الحرارة أقل من تلك المناطق المنخفضة التي توجد فيها درجة حرارة عالية، حيث أصلا أحيانا تصل فيها درجة حرارة إلى 50-51. فتلك المناطق لا توجد فيها هذه الأشجار. هذه الأشجار ممتدة كما قال الشيخ أنه من منطقة بواضيل بهنات إلى منطقة هنات توغاش، منطقة هنات جبال صغرو إلى الأطلس الكبير، فوق أغبالون كردوس جهة أملاكو إلى جهة وجدة، إلى منطقة جهة وجدة. هذا هو النطاق الجغرافي الذي يتواجد فيه شجر البطن في المغرب. هي شجرة مقاومة للجفاف وتعيش في الأجراف كما هنا. هذا هو جذعها. جذع اخترق الحجر كما يفعل النخل. هذه هي شجرتنا الشامخة، شجرة البطن. هذه هي قصة شجرة البطن. لا تنسى أن تعمل للفيديو لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك والاشتراك في القناة، ولا تنسى أن تتابع الفيديوهات التي تظهر في جانب هذه الفيديوهات المقترحة والفيديوهات التي ستظهر في نهاية هذا الفيديو لاستمرار